السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، كويسين كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم يا جماعة في فيديو جديد. طبعا يا جماعة انا بقالي دي 3 4 ايام ما بنزلش فيديوهات، نفسية كان زفت. طبعا حصلت حبة حوارات في الغيرة هنا، سدت نفسي، كنت هصفي الحمام، كنت هبيع ال كنت هعمل الغيرة دي، كنت هفكها وهشيلها، كنت هبيع الحمام وكنت هبطل الدنيا دي خالص. ايه السبب ولا ايه اللي وصلك لكده والكلام ده كله يا جماعة؟ طبعا دلوقتي هوريكم ايه اللي وصلني لكده وايه الاحتلال اللي حصل من الفئران. سد نفسي بجد يا جماعة، عن الحمام بوظ الغياب، بقت خرام كده في كل حتة، خرام داخلين طالعين منها. والله يا جماعة جايبهم مصيدة ما بتصطادية، أول مرة جبتها اصطادت فار، وبعد كده لقيت فار ميت، هما 2 اللي اصطادتهم. بعد كده ما بقتش عارف اعمل لهم حل، لا مصيدة نافعة ولا حاجة نافعة، كلوا لي زغاليل، بوظولي الغيا، فكل ده وقف. وانا كمان يا جماعة الفترة دي في الشغل مع يعني مضغوط ضغطة سودة، فما بوفضاش كمان للحمام. فكل ده يا جماعة جه عليا بسلبي، ما جاش ايجابي خالص. بس الحمد لله قعدت هديت شوية كده وقلت مش هنزل فيديوهات، بس اهدى كده شوية، بعد كده ارجع تاني عشان خاطر ما اخسركوش ولا اخسر الغيا ولا اخسر الحمام. فتعالوا دلوقتي هوريكم برضك اللي مسكناه، في حاجة كده مسكناها، واحكي لكم برضك القصة اللي حصلت معاها، هوريكم من الفئران واللي عملوه. بس يا جماعة ايه، لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة وكمل الفيديو للآخر عشان تشوف الجديد. يلا بينا يلا بينا. ورجعت لكم تاني يا جماعة. طبعا الزغاليل دلوقتي ميعاد الكلفة بتاعتها الساعة 9 ولا 9:15، ايه بيكلفوا طبعا، ملناش دعوة بيهم النهاردة. بصوا يا جماعة، ادي أول خرم، ماشي، أول خرم من بتاع الفران، ماشي، دي أول حاجة. طبعا العيون دي يا جماعة كده كلها من جوه متشخرمة من الفران، بس مش عارف اجيبها لكم عشان الحمام اللي بيكلف وكده. راح فين يا تخش جوه يا خش يلا خش خش. بص اجي فين مكانك جوه هنا، خش كله. طبعا تعال بقى اوريكوا صح من بره، الزغلول نساني. طبعا ده يا جماعة خرم، بس انا سديته ماشي عشان خاطر دي سهلة اوي عليهم. بصوا بص عمل ايه، ادي خد، بصوا بيخش منين ورا العيون، وبص هنا كمان ادي خد، فشخرم للغاية بصراحة يا جماعة، شخرم للغاية خالص. وتعالوا بقى اوريكم ايه اللي مسكته وايه الزغاليل اللي كلها اصلا. طبعا يا جماعة انتوا فاكرين الزغلول اللي كان تحت هنا اللي هو ابو جتة مساويب، بس هو ابن التحضين. طبعا بص يا جماعة الدم، بص الدم. طبعا يا جماعة الفار كله، جيت لقيته يا جماعة واكل راسه واكل حتة من صدره. طبعا انتوا بصوا شايفين الدنيا زبلة وعاملة ازاي، كانت نفسي والله العظيم يا جماعة مسدودة من الحمام. بصوا كانت نفسي شالت خالص، وانتوا عارفين طبعا لما النفس بتشيل من حاجة. طبعا بصوا بقى مسكت ايه، طبعا ده يا جماعة يا ماما، دي يا ماما، ماشي. طبعا اللي حصل ده يا جماعة، بقالي يجي 3 4 ايام كل ما اطلع يا اما الاقي يمامتين يا اما الاقي يمامة بيخشوا من الشبكة ومبيعرفوش يطلعوا. فبقوم عامل ايه، بقوم ماسكهم ومطيرهم. فلما لقيت كل يوم كده كل يوم كده، قلت لا، طب ما انا احوش حبه وممكن احاول اجرب افرخهم على حاجه جديده، الا اذا اسيبهم تاني. بس ايه، تجربه جديده احاول افرخهم واحاول برضك اتعلم فيهم، مش عيب ماشي. فده كده يا جماعه، بس حبيت اقول لكم ان انا رجعت تاني، وان شاء الله انتظر فيديوهات قويه، وان شاء الله برضك مفيش حاجه هتحاول تخليني اخسر الغيه ولا اخسر الحمام. بس هي ساعات بتيجي كده شويه على الانسان وخلاص. طبعا الزغاليل اهي نسفت الكلفه، نسفت الكلفه كلها. طبعا ان شاء الله يا جماعه من بكره هبتدي افتح لهم شبكه القمرايه واسيبهم، ان طبعا كنت بطلع اكلفهم وبعد كده احبسهم وانزل تاني، كنت في نفسي ان انا افتح لهم ولا اعمل اي حاجه. فان شاء الله من بكره هنبتدي نفتح لهم ماشي.
فده كده يا جماعة الفيديو بتاعنا النهاردة. معلش لو ما فيهوش افادة ليك، بس حبيت بس اقول لك ان انا ما بظهرش ليه واللي حصل معايا، ان احنا طبعا قلنا عيلة واحدة وكل حاجة بنحكيها مع بعض. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله.